تون تجي اسالك، جاي تسلم علينا ولا جاي على تلفونك؟ يوم تكون مع العرب خلى تلفونك، جالس تلعب تلفونك. شويه خلص موضوع. موضوع مو من المواضيع بو تخلصها بالتلفون. عم اجلس برا هناك، ما لازم تجينا احنا خاصه بتلفونك. مالك معصب؟ هذا موضوع مهم للدوام، انا لازم اسجل اهدافي. اهدافك؟ ايه اهدافي. مو من الاهداف انت تسجل، ترى دوامك من الصبح وتطلع الظهر، جيت هنا الظهر وضربت غداك وروحت، ضربت غدانا ما بقلنا شيء. لازم تسجل الحين، النظام تغير، لازم تسجل اهدافك كل سنة في منظومة إجادة. ما سمعت عنها انت؟ ما سمعت عنها، مو نوبة ذي منظومة إجادة. هذه منظومة جديدة. هي. لازم كل موظف يسجل أعماله هي. داخل هذه المنظومة. إنزين. وإذا قيموك آخر السنة ممتاز تحصل مكافأة. ما سمعت عن 17 ألف موظف اللي أعلنوا عنهم بيحصلوا مكافآت هذه السنة؟ ما شاء الله. يسوي حد ياطة وحد ما ياطة ولدي. هذاك مو ما ياطة، أجي زعلان. صحيح. أجي زعلان. صدق هم سعيد. أنت تو تعطي هذاك وهذاك ما تعطي. صح. أجي زعلان هذا. هي. صدق وسطوة حساسية بين ربعهم. وسطوة حساسية هو وأربعته. أول مرة تكون شيء صح. صدقها. هذه النقطة النظام تطرق إليها، ماشي ظلم في النظام. هي. أنت تشتغل أنت تعطى مكافأة، أنت ما تشتغل أنت ما تعطى شيء. كل واحد يضبط أموره في الدوام. تبغى مكافأة اشتغل. صحيح. زين أسألك، وشيء مكتوب هناك للزوجة إجادة؟ لا ماشي، هذا للموظفين بس. موظفين. شيء عوين شيء هناك تو مسوين في النظام للزوجة المثالية، يعني تسوي أهدافها. زين لازم تروح تجيب ورقة وقلم عشان تكتب أهدافها. هي وبين وكم عشان عاد نعطيها فلوس. هي أتعطيها أعطيش فلوس؟ وين أبو سعيد؟ شيء فيها بنسأل فلوس؟ أيوة. هي بس خلاص كم فيها بنسأل؟ هي روح سجل أهدافش. هي ووديش صلالة ذي السنة لمكافأة إذا شفنا شغلش زين في البيت، تكشبي تأكلي وما تروحي مع الجيران ولا تنقلي كلام، هذا ترى من ضمن الإجادة. قومي 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 جيب الدفتر بسرعة. أتشلني صلالة صاد. هي أشلش قومي. هي تو علاك طور خلاف ما أشلش. بسرعة تكتبي أهدافش بسرعة. سيدي جيب الدفتر سيدي. أشلش بس بدون هوشش. أجيب الدفتر. أبو سعيد مو نكتب لها أم سعيد. مو تكتبها الأهداف. هي أهدافها كيف هي شيء فيها زين. لا حلو زين. مو هنكتب كل أهداف الزينة أباها. أول هدف هذا قوم قال وقيل بتراقب الناس من بيت حبيت، هذا تكتبه أنها ما تسوي زين. هذا واحد اليوم غدا عشاء أباه مكون في وقته. وليش اثنين غيره تهتم في البيت كتبه. هي مو بعد هذا بو 24 ساعة كأنها بالعرادو، هذا تسكت تعطي مجال شوية للعقل والمخ مالي يرتاح. غيره صلاتها في وقتها زين. هي لأنها هي من تروح بيت ذو تصلي الساعة 10 في الليل ولا 11 ما ترد. بس هذه الأهداف زوجية، هذه ما أهداف رايو تحت. جلسي أحسنتي، استريحي خالتي استريحي. جلسي زين سجل. دعا مو دراها هي أهداف زوجية ولا ذو دعاها كانت تتعدد 6 شهور. خالتي أنا بكتب لك القائمة مال أهدافش هذه السنة إن شاء الله، وإن شاء الله بعد 6 شهور يكون تقييم من عند أبو سعيد. قيمش إن شاء الله. إذا نجحتي ترى بيسفرش ان شاء الله. هي ليش الاشاره ان شاء الله صلاله وغيرها ويلهم كرمه. يكرمش ابو سعيد يكرمش ان شاء الله خير. هي كتبهي كلهن. ايوه اكو هي بعد كذا هذا ابو تجيبهم 24 ساعه ولاد بنتها ما تجيبهم مره ثانيه. تخف الزيارات. هي تخف الزيارات وانت نوبه ماديه 24 ساعة. أنا قيم ها قيم. هي زين ما تقع على الغداء سجله.